الله بركاته. ازيك يا حبيبه؟ عاملين ايه؟ يا رب اشوفكوا دايما دايما يا رب بخير دايما يا حبيبي. معانا هنا النهارده هيبقى شغل كرتون والورق الملفوف، وهقول لكم هنعمل ايه. اول حاجه قدامنا حته كرتون اهي، ماشي يا حبيبي. عندي هنا لون اسود، اللون الاسود ده حط عليه ايه؟ ورنيش مائي. الورنيش المائي واحد عشان يدينا لمعه، تاني حاجة علشان يثبت معانا اللون ويلزق ايه بسرعة، وعشان لو وجع عليها مية او حاجة يعني ما ايه بيحافظ على ايه على الكرتون وعلى اللون. يا حبيبي اهو هبدأ ان انا هلون الكرتونة دي كلها اسود. بعد ما تنتهي حبيبي اهي اسيبها ايه تنشف، واقول لكم الخطوه اللي بعدها. هقوم جايبه ورق كراسات واقوم جايبه في ايه ماشي حبايبي. عايزه ورق ملفوف، بس ايه انا بجربها قدامكم، عايزه ايه ورق يبقى طويل شويه اهو، ماشي حبايبي. وايه ونلزق ببريت بشمع، ده اسمه بريت، ده بيلزق الورق بالبريت او الشمع او اي حاجه، وننزل ايه بيها الورق او شمع اي حاجه ايه متاحه اهو. وشلت منها دي، هعمل منها ايه شويه اهو، ما اقول لكم هنعمل ايه بعد كده يا حبيبي. هنجيب دي كده، هفرش ورق بس عشان هرش ده سبراي فاضي اهو، عايزه الورق ده يبرش اهو، فمش عايزه الترابيزه تتبهدل اهو. هرشه زي ما انتوا شايفين اهو. كمان انا معايا علب كبريت، هقص الجزء ده، الجزء ده اهو ماشي، وعايزه بقيه العلبه. هعمل كده في العلبتين دول، يمكن احتاج اتنين بس، وهرشهم هما كمان بالسبراي زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. علبه الكبريت اهي، بس انا بس مش قادره امسكها متنشف شويه اهو، ثلاثه وممكن محتاجش الاثنين. معلش اعذرونا لو الصوت متغير شويه عشان البرد وكده. لما ينشفهم انا هقوم جايبه بعد كده اسوان الكمبيوتر واكسرها. اولا دي بتتحط في ميه مغليه عشان تطرى شويه، انا عامله لكم الطريقه في فيديو عشان تطرى شويه، لان هي لو ما اتحطتش في ميه سخنه بتبقى ناشفه. هنحط لكم الطريقه في، عارفين الفيديو قبل كده عن معمول على هيئه نجمه، جايب طريقه قص ايه حطها لكم في الميه المغليه الطريقه وطريقه قصها. انا هقصها حتت صغيره بعد كده يا حبايبي. انا عاوزه اظبط دي على حرف الام كده لسه طبعا هقصص الايه انا عايزاها على القد، هقصقصها كده، هنظبطها على الجزء. انا مش ملونه كلها، ملونه الجزء اللي انا ايه هعمل بيه عشان برضو ما اضيعش ايه ما اهدرش الالوان. هقصقص واقول له على فكره الكرتونه لسه ما نشفتش قوي، هحط الشمع وابدا ايه الزق يا حبيبي. هبدا ايه احط الشمع بالراحه كده والزق، لزقت التانية كده هعمل برضو زيها كده
اتنين جنبها، بس هجيبها من هنا من تحت كده عشان تبقى حرف الام. بعد كده هقصقص برضه واعمل هنا كده الاولانيه للتانيه، احاول ايه تتظبط اهي. هعمل برضه هنا كام واحده، قصقصتها ولزقتها ايه فوق. ماشي يا حبيبي. بعد كده علب الكباريت ده اهي، انا طبعا دهناها من جهه وجهه لا، عشان ايه مخلصش الالوان استفيد بيها في حاجات تانية، بدل انا مش هحتاج ايه الجهه دي. هزق واحده هنا كده، شايفين واحده هنا كده، بص يا حبايبي هنزل كمان واحدة هنا كده. طبعا هحطه في في العلب دي ورد صغير وفراء ايه وردة صغيرة من هنا كده، وهنا ايه كزين كده يا حبايبي. هقوم عاملة ايه بقى، ألزق هحط انا هنا لزق على خفيف هنا كده، وانزق هنا ايه الحاجات الحلوة دي، واحد منها تدي شكل وفي نفس الوقت ايه هتدي شكل هنا في الارضية بتاعت الحرف اللي هو الام ده. الاحسن ان انا احط على البتاع من هنا من ورا بحيث ان هي ايه عشان ما تاكليش الايه، احط زي ما انتم شايفين بحط في الارضيه اللي هو ايه صوانات الكمبيوتر اللي انا مقطعاها، انا مكسراها اهي، احطها ايه بملى فيها ايه الفراغات دي، وفي نفس الوقت يبقى ما بينها فواصل اللي هو اللون ايه الاسود بتاع الكارتون. بعد كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين عملتهم اهي. بعد كده هجيب ايه معايا الخرز وهبدأ هزوق هنا، احط هنا خرزة كده كده، هعملها على هيئة وردة اللي بقى في النص شوية كده، هشيل طبعا الشمع كده، هجيب في النص هنا ايه خرزة سودة، هعمل دي طبعا هنا وهنا بس. ليه بقى؟ هقول لكم ليه، لان دي هنا دي ده اصلا بلوك نتيجة، دي اصلا انا حطها مكان بلوك النتيجة لان لسه ايه دي انا عاملاها اصلا نتيجة، فلسه ان شاء الله دي حطها مكان البلوك بتاع النتيجة، لان لو في نتيجة كنت لزقتها، لسه ما نزلتش البلوكات، بس انا قلت ايه نسبق احنا ونعمل النتيجة بدري. وكل سنة وانتم طيبين يا رب. برضو خرز هنا وزودت هنا عشان نملى المساحة شوية. شايفين يا حبايبي اه، وحطيت هنا برضو لولي خرز هنا، واحط هنا خرزية اهي فوق هنا كده، وهنا واحدة كمان اهي. ماشي يا حبايبي. بعد كده بقى انا عايزة احط ايه الوردة، عندي مجموعة وردة اهي هي جاهزة، ولو حد عنده بقى ورد هو اللي عامله بالفوم او بالورق او باي حاجة يستخدمها.
ده عندي اصلا كان جاهز اهو. إيه لو عندي البلوك، وطبعا ممكن احط الورد ورا البلوك. لو عندي البلوك احط الورد ورا البلوك. ماشي يا حبيبي. بعد كده اقص حته من الشريط ده تبقى العلاقه بتاعتها ورا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب ينال اعجابكم اهو. ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم باذن الله كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبيبي.